سلام سلام حبيباتي، كيفكم دايرين؟ ان شاء الله يا ربي كاع تكونوا بيان. وانتم تشوفوا في هذا الفيديو كما راكم تشوفوا اليوم حبيباتي، راكم تشوفوا في السميد ختامها مسك. راني بديت معكم حلويات العيد، بديت معكم بالمعسل اللي هي البقلاوه، ونكملها معكم ان شاء الله بالمقرود الوهراني تاع المقله معسل ثاني. نبدو حبيباتي واش راح نحتاجوا. كأول مرحله نبدو بالمقادير. في المقرود ما كاش مقادير بزاف، كاين السميد. انا استعملت هنايا المولة كما راكم تشوفوا. انا غادي ندير كيلو برك، لاني صراحه ما كاش اللي يبغيه، كاين غير انا والزوج تاعي. زوجي ما يبغيش المقرود وانا نبغي المقرود. درت كيلو ليا انا فقط. الوغ كما راكم تشوفوا درت هنايا الخشين، استعملت المولة هذا اللي كان متوفر. واش راح نديروا؟ نفتحوا بعد ما راني فتحت السميد تاعنا كيما راكم تشوفوا. ما ننسوش قرصه الملح حبيباتي، راها مهمه بزاف بزاف. هكذا الان واش نبداو نضيفوا؟ كيما راكم تشوفوا نبداو نضيفوا. هنايا عندي 250 مارغارين، كيما راكم تشوفوا حبيباتي عندي 250 مارغارين راني ذوبتها. 250 في كيلو هكا باش تكون المقادير واضحه. كيما راكم تشوفوا انا واش راح نديروا. المارغارين تاعي خلاص انا راني ذوبتها، نضيفوها هنا كامله هكذا. هنايا ذوبوها وخلوها تبرد شويه، ماشي وهي حاميه. كيما راكم تشوفوا انا واش راح ندير، نبسو كامل هذاك السميد تاعنا. كيما تعرفوا السميد يشرب، كاين اللي يديروها بالسمن. معليش لما كاش عندك السمن ديريها بالدهان ثاني يجي شباب المقرود. ها المقرود ليق، مقرود وطرن ولا قريوش يليق في العيد هاكا. هذه وصفه صراحه تعلمتها على اختي كبيره، ربي يخليها لي، وهي بطبيعه تحري تعلمتها على الوالده، ربي يخليها لي ان شاء الله وربي يشافيها يخلي لكم كامل امهاتكم. راهي شويه مريضه البنات، تدعو لها ربي. كما راكم تشوفوا ولا بغيتوا كميه اكبر كما قلت لكم ضعفوا المقادير بهذه الطريقه. شمخوه غايه، لازم تحسوا كامل السميد تشرب الدهان. صراحه انا الام تاعي تخدمها بالسمن وعلمتنا بالسمن نخدموه، لكن انايا بما انه راكم عارفين الكاطو في العيد راه بزاف، وكما تعرفوا السمن ماشي مليح بزاف سيختو الاطفال وكاع، الوغ نيفيتو السمن. مليح في المشتى، في الصيف ماشي مليح السمن. انا هذه من وجهه نظري هكا نشوفوا شربيع. هذا فقط ما ديروا له حبيبتي، هذه هي المكونات تاعه فقط، ما تزيدوا له لا مظهر لا والو. كما راكم تشوفوا حبيبتي كيما هكا راكم تشوفوا راه هذا كينا غادي يشرب، ما راهش شارب كاع. ان شاء الله تكون الصوره واضحه. واش راح ندير انا دروك حبيبتي؟ انا راني درته في النهار. هنايا عندكم اختيار، غادي نعطيكم فقط ملاحظات. الا درتيه في النهار خليه في الليل وطيبيه، ولا درتيه في الليل خليه غدوه من داك الصباح وطيبيه. هي كل ما يريح السميد كل ما يعطيكم نتيجه مليحه. ان شاء الله تكون المعلومه وصلت لكم. هنايا اللي تخاف منه ينحلها ممكن تضيف الفرينه ولا بياض حبه بيض هكا باش تضمن انه ما ينحلهاش. انا بهذه الطريقه وما ينحليش حبيباتي. غادي نغطيه نخليه روبوزي ونرجع معكم باش نكملوا كامل المراحل. الان حبيباتي كما راكم تشوفوا بعد ما راه ريح لي السميد تاعنا، كما تشوفوا راه تشرب غايه، حتى اللون تاعه تحسوا انه تغير. واش راح نديروا هنايا؟ راني وجدت المعجون تاعي اللي هو الغرس. الغرس هنايا واش هو؟ هو عباره على تمر، زدت معاه جنجلان والقرفه، وعطروه كل وحده ومغرف صغيره تاع دهان هكا باش يولي لكم طري. الان خلوا السميد تاعنا واش راح نديروا. نسقوه هنايا، عندي مظهر كما راكم تشوفوا، هذا عباره على مظهر ما زدت معاه لا ما لا والو. الا كان عندك ما تبغيش المظهر بزاف ممكن انك تزيديه الماء.
بهذه الطريقه حبيبتي، ونبقى نشرب في بلا ما نعجن هكذا بالصبع برك هكا، ما نعجنوش، كون نعجنوه ما يجيناش يتفتت، ما يجيناش كيشغل مليح هكذا. هو من الاحسن خلوه يبات، من الاحسن كاين اللي يديروه تمتم تمتم وطيبه، بصح هي كاين يبات ولا يريح راه يعطيك النتيجه احسن. والمقرود الاصلي زعما تاع وهران تاع بكري ما كانوش كاع يخلوه يريح، وكما شفتوا ما زدنا لهش حتى اضافات، بلا فارينا بلا بيض بيض بلا والو، سميد في السميد. ودروك راه من لا اللي تخافي نحلها في المقله تزيد حبه تاع بياض بيض ولا تزيد الفارينة هكذا، هذه الطريقة هنايا بلا ما تعجنوا نعاود. هكذا كتحسوه تشرب كامل، لازم كامل حبات يشربوا هذاك المظهر بهذه الطريقة. كيفاش نعرفوا باللي المقرود تاعنا صايم؟ راه خاصه الماء، لازم كي تشديه في يدك وتبدي تدوري فيه كيما نشكلوه بهذه الطريقه، تشوفوا هاك خلاص هاك راه يتلم، معناها ما راهش خاصه الماء. هنا حبيبتي ناخذوا كميه نتاع الغرس تاعنا، عفوا ناخذ العجين تاعنا نديرو له بهذا الشكل هكذا كما راكم تشوفوا، ناخذ الغرس نديرو حربوش بهذه الطريقه ونوضعوه هنا هكذا ونسيو نغلقوا عليه. كيفاش نديروه؟ لازم يكون سوق واحد هكذا، ناخذ اي طابعه تبغي تستعمليه ونطبقوا به هكذا بهذا الشكل. سيو كيفاش نزيرو باش البرش ما تخرج، نزيدو هذا الشكل ايضا نزيره مليح هكذا، نجيبو السكين يسيو كيفاش نقسمو على حساب الرسمه، ممكن اللي تخاف تعاود ترجع هذا الشكل نفس الطريقه بنفس الطريقة هكذا. نديرو هذوك الزوائد نسوو هكا بالجوهر هذا، نعاودو نخدمو به هكذا ونبدو الآن نقسمو. نبقى نديرو له بهذه الطريقة هاكم تشوفوا معانا هاي الحبة تاعنا ان شاء الله تكون الصورة واضحة. نزيدو حبة شوفوا، ممكن تستعملي فقط هذه الطريقة هكا بالخدمي، شوفي هنا بهذه الطريقه حبيبتي كمل كامل حبات ونرجع معكم.
حبيبتي فقط كملاحظة، اللي تبغي دير كعب عفوا مقرون النقاش. واش راح نديرو؟ ناخذ الحبة تاعنا بعد ما نشكلوها، طبعا نبدا ننقش فيها عشوائيا بهذه الطريقة. كان من الأحسن خلوها تريح شوية بعد قلوها باش ما يفسد لناش الشكل بهذه الطريقة. هكذا نكمل كامل بهذا الشكل حبيباتي. نشوفوا هنا كل وحده كيفاش تبغي تنقش، عشوائي فقط هكذا. ونكمل حبيبتي كامل الحبات. انا حبيبتي هنايا بعد ما راني خليت الزيت تاعي احمى غايه غايه غايه، رحت نقصت الغاز، خليته هنا ناقص ناقص راكم تشوفوا باش تشوفوا باللي ما ينحل لكمش. نوضعوا الحبه تاعنا بهذه الطريقه، شوفوا معايا هذه الحبة سبق لي راني حطيتها، يبقى هو هو ما ينحلش كامل في المقلة. الان واش راح ندير؟ راح نوجد العسل تاعي نحطو باش مباشرة هو هاكا حامي نحطو في العسل تاعنا باش يتشرب لنا غاية. كما راكم تشوفوا حبيباتي ها هو ماشي ينحل كامل، حتى تاع النقاش اللي درناه قش محافظ على الشكل تاعه، وكتشوفوا الزيت راه صافي. وهنا يا حبيبتي مباشرة نديرو في العسل، غير نقلهوه نديرو في العسل هكا باش يتشرب لنا مليح مليح. انا الحسن راني مخفاته هنا بالمزهر. نكمل حبيبتي كامل كمية ونرجع معكم. حبيبتي بغيت نشارك معكم اخر حبة كيما راكم تشوفوا هكا باش تشوفوا الزيت تاعنا. كانت حبيبتي هذه اخر حبة، ها الزيت تاعنا كيما راكم تشوفوا ما كانش حبه نحلت فيه، هذوك فقط البقايا سي نورمال كيما راكم تشوفوا. والله حبه من حلت، طريقه ناجحه مليون في المية. وهنا حبيبتي بعد ما راني عسلته مباشره نديرو هكا يقطر شويه، وممكن اللي تبغي يجي غايه غايه مجرب تعاود تعسله للمره الثانيه حبيبتي. كيما راكم تشوفوا دروك نخليه روبوزي شويه ونوري لكم في صحن التقديم. الان حبيبتي هذه هي النتيجه النهائيه نتاع المقروض، المقلة تاعنا يجي روعة، وكما راكم تشوفوا ما عسلوه ها زيدوا له، ممكن انك تزيدي له هكا عسل خفيف كي تبغي تقدميه فقط، راه شارب علامة بهذه الطريقة. شوفوا كيفاش يجي روعة ان شاء الله حبيبتي. برك تعجبكم الوصفة، واذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش خلوا النجام. راح تشوف في قناتي الاول مره نقولها مرحبا بك في قناه ام اولادي الوهرانيه، ما تنسينش حبيبتي بالاشتراك في القناه بتفعيل الجرس، وخلي لي جيم هكا باش يوصلك كل ما هو جديد. حبيبتي كانت هذه هي الوصفه الاخيره من حلويات العيد، بديتها معكم عسله وكملتها معكم عسله، ان شاء الله هي مدنا كامل عسل. ان شاء الله حبيبتي كامل تفوتوا عيد مبارك، ما نقولوش ينعاد عليكم كل عام، لانه هذا العام صراحه ما فاتش مليح مرض الكورونا، الوغ نقولوا العام الجاي ان شاء الله احسن من هذا العام، وان شاء الله تفرحوا. وكلكم با لازم نحتفلوا بالعيد مالغري هذا الوباء هذا ومالغريتو، لازم نحتفلوا، بنت العيد تبقى بنت العيد، ولازم نبقوا محافظين عليها هكا باش ولادنا يفرحوا، وميم طون حنا تاني ما ننسوش عاداتنا. كانت حبيبتي هذه راني نهديها لكامل حبيباتي اللي يبغوهم اولادي. غادي نقسم معكم حبه هكا باش نشوفوا حبيبتي القوام تاعها وكيفاش يجي معسل من الداخل. هكذا نقسموا حبه مع بعض، شوفوا يجي مشرب حتى للداخل، والله صراحه راكم تشوفوا يجي روعه. شوفوا الحشوه كي قاعده تطريا، جا رائع جدا، تبقى طريه بهذيك الملعقه اللي ضفناها نتاع الزبده، وهكا راه عاد سخونه ما كانش برد بزاف، من الاحسن انكم نتوما تخلوه يزيد يبرد. كانت حبيبتي هذه هي النتيجه، بقى لي غير استودعكم الله الى وصفه اخرى من وصفات ام اولادي. مع السلامه.